بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هل رأيتم شخصا يحمل ذنوبه على ظهره ويمشي بها؟ الحقيقة هذا مشهد قلما يتصوره أحد. يوم القيامة أيها الأحبة، كل إنسان نسي لقاء الله وانشغل قلبه بالدنيا ولم يتذكر ذلك اليوم العظيم، سوف ينساه الله تبارك وتعالى، وسوف يمشي وهو يحمل هذه الأوزار والذنوب والكذب والربا والنظر إلى ما حرم الله والكلام الفاحش البذيء وأذى الناس وأكل المال الحرام. كل هذا سيحمله على ظهره. هذه الذنوب أيها الأحبة تكون يوم القيامة كأمثال الجبال، ذنوب كبيرة جدا، كيف سيحملها على ظهري؟ أحببت أن أتأمل وأتوقف معكم مع آية عظيمة في سورة الأنعام. الله تبارك وتعالى يبدأ مباشرة خطابه للذين كذبوا بلقاء الله عز وجل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، بداية مرعبة أيها الأحبة. والتكذيب بلقاء الله ليس من الضروري أن تقول أنا لا أؤمن بلقاء الله، أنت عندما تنسى لقاء الله هذا نوع من أنواع التكذيب. أنت عندما تستمع إلى القرآن والله يذكرك بلقائه ويقول لك من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. عندما تستمع إلى هذا الكلام الرائع، هذا الكلام الإلهي العظيم، ثم تنسى لقاء الله ولا تجاهد بنفسك وبمالك وبعلمك، والجهاد اليوم أيها الأحبة هو جهاد النفس، الصبر، وجهاد العلم، وجهاد نقل رسالة القرآن لمن يحتاجها، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. هنا الآيات التي تتحدث عن الساعة غالبا ما نجد المفاجأة، عنصر المفاجأة. لذلك الله تبارك وتعالى أنزل مثل هذه الآية، أنزلها لنا لكي لا نتعرض لعنصر المفاجأة. الإنسان الذكي أيها الأحبة هو الذي يخطط ويحسب لكي لا يتعرض لمفاجآت. نحن الآن في الدنيا، إذا ذهب أحدنا في سفر لمدة يوم أو يومين يجلس لمدة أسبوع قبلها ويحسب هل سيتعرض إلى مفاجآت، هل ستتعطل السيارة مثلا، هل سيحتاج إلى غذاء، هل سيحتاج إلى مال، هل كذا هل كذا هل كذا، يضع حزمة كبيرة من الاحتمالات لكي ينجو من المفاجآت والمباغتة. طيب الله تبارك وتعالى يقول لك حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا. طيب ما هو القول الذي ستقوله إذا كنت من هذا النوع؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الحسرة لن تنفع شيئا أيها الأحبة في ذلك اليوم. الدنيا ممتدة، أنت عشت حياتك كاملة وأخذت فرصا كاملة وجاءكم النذير والآيات من حولك تذكرك بالآخرة، ولكنك تنسى، تنغمس في هذه الدنيا. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. الآن هذا هو المشهد الذي أحببت أن تتخيلوه معي أيها الأحبة، مشهد صعب جدا، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، وهم يحملون أوزارهم، هذه الذنوب والآثام والمعاصي وأكل الحرام، كل هذا ستحمله على ظهرك إذا كنت ممن
نسوا لقاء الله، لأن الله سينساك في ذلك اليوم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أسوأ حمل يمكن أن يحمله الإنسان هو أن يحمل ذنوبه يوم القيامة وهو يقول: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. طيب يا أخي، بالله عليكم، أنت الآن بكامل صحتك وعقلك وقوتك وتستطيع أن تشتري الجنة بسلوك بسيط جدا، مجرد أن تلتزم بالصلاة، مجرد أن تنفق شيئا في سبيل الله إذا كنت قادر على ذلك، بمجرد أن لا تؤذي الآخرين، أن تحسن لجارك، أن تحسن لأبنائك، لزوجتك، أن تبر والديك، أن تكرم ضيفك، أن تتحلى بخلق حسن. هل هذا صعب؟ يعني هل أنت الآن إذا امتنعت عن الدخان والخمر والنظر إلى ما حرم الله من مشاهد إباحية أو نساء أو كذا، طيب هذا أليس فيه فائدة لك؟ فيه فائدة للدماغ والقلب وفائدة للنظام المناعي كما تقول الدراسات العلمية، فيه فائدة لك. طيب هذه الفوائد الدنيوية أنت تأخذها وترتاح وتطمئن في هذه الدنيا، ويوم القيامة تنجو من هذا الموقف. يوم القيامة لن تتعرض لشيء من هذا، سوف يكون يوم القيامة سهلا. بالعكس، المؤمن يحب يوم القيامة، المؤمن يرجو لقاء الله، المؤمن يفرح برحمة الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. رحمة الله سبحانه وتعالى ستكون عظيمة جدا على المؤمنين يوم القيامة، فسوف يفرح المؤمنون بلقاء الله عز وجل. طيب ثمن الجنة بسيط جدا، مجرد الامتناع عما حرم الله. ليست القضية صعبة، ليس مطلوبا منك أن تقوم بأعباء وأحمال وجهود عظيمة، لا، القضية بسيطة جدا أحبتي في الله، أن تطهر نفسك، أن تخلو مع الله عز وجل، تصلي الصلوات المفروضة وأنت تقف بين يدي الله، تشعر بنعمة الإيمان، تشعر بهذه الطمأنينة. لذلك أحبتي في الله، نرجو أن نتذكر هذه الآية، بل نحفظها ونحذر منها، لأن الله حذرنا من ذلك اليوم. ينبغي أن نكون في حالة حذر كل يوم، ليس مجرد أن نأخذ معلومة ونمشي، لا، في كل لحظة نتذكر ذلك اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر ذلك اليوم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من شر ذلك اليوم، وأن ننعم بلقائه عز وجل وبنعيمه يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.